جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا الشاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. مساء الخير. شكرا للرب يسوع العظيم، الإله الحي اللي قال عنه الكتاب أمامه شبع سرور وفي يمينه نعم. بحب خالص المختبر لما راح للرب بمشكلته وراح للرب بشيلته وقال للرب كده أشكرك لأنك أنت قريب جدا مني. حد حافظ يقول معانا الرب قريب لكل الذين يدعونه، بس في شرط حلو حطه هنا الكتاب، الذين يدعونه بإيه؟ الذين يدعونه بالحق. لو جاي النهاردة وعندك ثقة الإله اللي انت بتنادى عليه ده بيسمع، اتأكد ان مشكلتك ليها إجابة ومشكلتك ليها حل. راحت له امرأة وهي مرة النفس وهي متضايقة وهي حزينة وهي تعبانة وهي حاسة ان هي مش عارفة تكمل ازاي، بس راحت للرب وقالت له مشكلتها وقالت له تعبها. لما طلعت من قدامه يقول عنها الكتاب ايه؟ حد فاكر؟ لم يكن وجهها مكمد بعد. ليه؟ لان اتقابلت مع الرب يسوع. واحنا جينا النهاردة وما عندناش حاجة نعملها غير ان احنا نتقابل مع مين؟ نتقابل مع الرب يسوع. حد يقول للرب النهاردة نفسي اتقابل معاك؟ تعالوا نغمض عينينا لحظات نطلب وجه الرب ونقول للرب جايين نتقابل مع شخصك العظيم القدوس يا رب. أيوة جايين نطلبك، أيوة جايين ننادي عليك، أيوة جايين نقول لك أنت الكل في الكل، أيوة جايين نعلن إعلان الثقة فيك يا رب، الثقة فيك. مبارك اسمك لأنك حي وعظيم، لا مثل لك بين الآلهة يا رب، لا مثل لك بين الآلهة يا رب، لا مثل لك بين الآلهة، لأنك قدير قدير وقادر، مستحق وحدك كل العبادة والسلطان يا رب. نفسي تقول للرب كده يا رب أنا جاي لك باحتياجي وجاي لك بطلبتي، وبقول كده فعلا يا رب ما اقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك. إيه تسوى الدنيا؟ إيه يسوى العالم من غيرك؟ لكن أنا جاي النهاردة عندي رجليك وبعلن الإعلان ده بصوت عالي. أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك، أنا ما أقدرش أتحمل حياة وأنا مش في رضاك، الدنيا وما فيها لا تساوي لحظة معاك، دي الدنيا وما فيها لا تساوي لحظة معاك، ويا دوب أتوب روحي تحن إليك وأطيب في طيب وأتحرك نواحيك، ويا دوب أتوب روحي تحن إليك وأطيب في طيب واتحرك نواحيك، بالفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك، بالفرحة تخليني أدوب واتجمع تاني فيك. أنا ما أقدرش، أنا ما أقدرش أكمل من غير وعد وإيد، أنا ما أقدرش أكمل من غير وعد وإيد، تسند نعبر بيها وتجيبني وانا بعيد، تسند نعبر بيها وتجيبني وانا بعيد، ويا دوب أتوب وروحي تحن إليك وأطيب في طيب وأتحرك
حركنا وحيد ويا دوب أتوب وروحي تحن إليك وأطيب ستيب وأتحرك أيوة يا رب دي الفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاني فيك أيوة دي الفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاني فيك أنا ما أقدرش أنا ما أقدرش أطول في الغربة نفضل أنا ما أقدرش أطول في الغربة نفضل أتغرب وأنا فيها عن وجه الأنوار أتغرب وأنا فيها عن وجه الأنوار ويدوب أدوب روحي تحني وأطيب في الطير وأتحرك نواحيك ويا دوب أتوب وروحي تحن إليك وأطيب في الطير وأتحرك يا رب فرح قلوبنا دي الفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاني فيك دي الفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاني يلا اسمعكم أنا ما أقدرش أحول عيني عن طرف إيديك أنا ما أقدرش أحول عيني عن طرف إيديك أنا عبدك خدامك وبقبل قدميك أنا عبدك خدامك وبقبل قدميك ويا دوب أتوب وروحي تحن إليك وأطيب واتحرك نواحي للفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاني فيك للفرحة تخليني أدوب وأتجمع أنا ما أقدرش أنا ما أقدرش أغفل في رحلة الظهر معاك أنا ما أقدرش رحلة الظهر معاك عيني بمجدك فيها تفتح على ديار عيني بمجدك فيها تفتح على ديار ويا دوب أتوب وروحي تحن إليك وأطيب في طيب وأتحرك نواحيك ويا دوب أتوب روحي تحن إليك وأطيب في طيب وأتحرك علي صوتك قول معانا دي الفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاني شكرا دي الفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاني أنا ما أقدرش أنا ما أقدرش أحول عيني عن طرف إيديك أنا ما أقدرش أحول عيني عن طرف إيديك أنا عبدك خدامك وبقبل قدميك أنا عبدك خدامك وبقبل قدميك ويا دوب أتوب وروحي تحن إليك وأطيب في الطيب وأتحرك نواحيك ويا دوب أتوب وروحي تحن إليك وأطيب في الطيب وأتحرك نواحيك للفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاني فيك للفرحة تخليني أدوب وأتجمع تاني فيك رب اجعل في صلاة حياة كل حياتي صلاة صلي بروحك واشبع روح صوتك يا ابن الله رب اجعل في صلاة حياة صلي بروحك واشبع روح تيجي نقف مع بعض وقفوا معايا واحنا بنقول بصوت عالي رب اجعل في صلاة حياة كل حياتي صلاة صلي بروحك واشبع روح صوتك يا ابن الله لما بكون جوا الروح بحيا السماويات قلبي فيه بالتسبيح اشكر على البركات جوا الروح السماويات قلبي فيه بالنسبة
أشكر عالبركات، بركات الدم اللي بندخل بيه الأقداس والنعمة اللي تقوي وإيمان الخاص. شكرا يا رب. بركات الدم اللي والنعمة اللي تقوينا. تعالوا كل رب هنقدم أجسادنا، علمني إزاي أقدم جسدي ذبيحة بكل خضوع. أعمل إيه؟ أعبد شخصك رافع اسمك سجلك. علمني، علمني إزاي أقدم جسدي ذبيحة بكل خضوع. أعبد شخصك رافع اسمك سجلك بخشوع. خلي سجودي كل جلال صمت وحب وشوق، وما اتكلم قلق جمالك يسبي القلب لفوق. خلي سجودي كل جمال صمت وحب وشوق، وما اتكلم قلق جمالك يسبي القلب. يلا نشاور عليه. ايوه. والاسم الغالي عليا يكون في لساني صرار، والوقت المر عليا يكون طلع صرار. اشكرك يا رب. والاسم الغالي عليا يكون في لساني صلاة، والوقت المر عليا يفوت كاللحظة معاه وسط البحر الهائل وأنا سايب. تضربني أمواجه تجعلني حي. يلا تاني. وسط البحر الهائل وأنا سايب. تضربني أمواجه تجعلني حي. واتحنن عليا جهة أنقذني، واتحنن عليا. صوت الرياح مخيفة يزعج أذاني. هول الليل، هول الليل هدد سلامي. يلا قول تاني. صوت، صوت الرياح مخيفة يزعج أذاني. هول الليل وصلابه هدد سلامي. أيوة يمكن أنت كده. والدموع لا تترك عيني، والدموع لا تترك عيني، والنعاس الهادي قد فارق أجفاني، والنعاس الهادي قد فارق أجفاني.
وتحنن عليا جهة أنقذني وتحنن عليا أخذت المجداف أجدف خابت أمالي ضعفي ضعفي وجهلي سود أحزاني مع بعض أخذت المجدات أجدت خابت أمالي ضعفي وعجزي عمل إيه؟ سود أحزاني ويسوع عشرت شايفني ويسوع عشرت تيجي نقول له امتى 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 تيجي يا ربي وترد لأمالي امتى تيجي يا ربي وترد لأمالي يسوع علم أسرع إلي ظلامي نور عيني لما شفته لما شفته صرخت رحمني لما شفته صرخت رحمني جيع أنقذني وتحنن عليا جيع أنقذني وتحنن عليا تفتكروا الرب مش شايفنا؟ أنا بسألكوا سؤال تفتكروا الرب مش شايفنا؟ لا شايفنا وعارف احتياجاتنا وعارف طلبتنا وعارف سوق القلب كل واحد فينا عشان هو كده في يوم الأيام قال اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرحوا يلي عندك شيلة كبيرة روح للرب وخبط على بابه لأن لما تقرع هيعمل ايه هيفتح ليك يمكن متضايق يمكن تعبان يمكن على فراش المرض بس الرب عايز يكلمك ويطمن قلبك لما تصرخ له هيعمل ايه هيجيلك صرخ بطرس مش بطرس كان هيغرق ويمكن انت وصلت لمرحلة الغرق ومش عارف تكمل ازاي بس الرب النهاردة بيقول لك انا بمدلك ايد المعونة يلا حسيت ان انت مش قادر تكمل ايدي ممدودة ليك بس انت تعالى واعمل ايه تعالى ونادى عليا زي ما كنت بقول في البداية الآية الحلوة دي الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونه بايه الذين يدعونه بالحق عشان كده وانت بترنم معنا رنم وانت مصدق ان وعود الرب لسه ثابتة ولسه موجودة مش هصدق اي صوت غير صوت الرب رعية صوته يزلزل قلب الموت ويصح ايماني في هو ده الهي القدير اللي وعد قدامي يسير مش هصدق أي صوت غير صوت الرب رعية صوته يزلزل قلب الموت ويصح إيماني فيا يلا تاني مش هصدق أي صوت غير صوت الرب رعية صوته يزلزل قلب الموت ويصح إيماني فيا هو ده إله القدير اللي وعد قدامي يسير نعم هو ده إله القدير إلهي مفيش إله مفيش عنده محال
بيغير مجرى الأحوال، يؤمر واللي بيؤمر بيه لازم يتحجج في الحال. إله مفيش عنده بيغير مجرى الأحوال، يؤمر واللي بيؤمر بيه لازم يتحجج في الحال. هو ده إله رني معانا قدامي سي، هو ده إله القدير اللي وعد قدامي سي، واللي ليأس بيملك قلبه واستسلم لمرض أو ضيق. يسوع إلهي نور دربه يرجع أمله يلقى الصديق، واللي ليأس نعم واستسلم لمرض أو ضيق. يسوع إلهي نور دربه يرجع أمله يلقى صديق. هو ده إله نعم اللي وعد قدامي سير، هو ده إله القدير اللي وعد. آخر مرة مش هصدق أي صوت، مش هصدق أي صوت غير صوت الرب رعية، صوته يزلزل قلب الموت ويصحي إيماني فيا. مش هصدق أي صوت غير صوت الرب رعية، صوته يزلزل قلب الموت ويصحي إيماني فيا. هو ده إله القدير اللي وعد قدامي سير، هو ده إله القدير اللي وعد قدامي سير. فرح الرب هو قوتنا، اسم يسوع هو تسبيحنا، نهتف له بآلتنا، هو عيدنا وهو عز. يلا نفرح مع بعض. فرح الرب هو قوتنا، اسم يسوع هو تسبيحنا، نهتف له بآلتنا، هو عيدنا وهو عزنا، عز الكنيسة ورأسها، سحق رأس عدوانا. عز الكنيسة ورأسها، سحق رأس عدوانا، للأبد نرفع اسمه، للأبد نرفع اسمه، نهتف ويضللنا. فرح الرب هو قوتنا، اسم يسوع هو تسبيحنا، نهتف له بآلتنا، هو عيدنا وهو عزنا، حولني وحنا رقصات يا العز. قول معانا حول، حولني وحنا رقصات يا لعزنا، وملأ أفواهنا، وملأ أفواهنا ضحكة فتنان. هللويا. فرح الرب، فرح الرب هو قوتنا، اسم يسوع هو نهتف له بآلتنا، هو عيدنا وهو عيدنا. كيف لا، كيف لا نفتخر بالرب وبصالحنا،
قلبي افتخر بالرب. كيف لا نفتخر بالرب وبصلبه وهو من أحبنا وهو من أحبنا ومات لأجلنا. فرح الرب هو هللويا اسم يسوع هو دخلنا بالترنيمات حضرته في السماويات أدخلنا بالترنيمات حضرته في السماويات عرشه في التسبيحات عرشه في التسبيحات يرى وسط الهللويا. فرح الرب هو قوتنا اسم يسوع هو تسبيحنا نهتف له بآلاتنا هو عيدنا وهو عزنا. تفرح البرية والأراضي اليابسة تفرح البرية والأراضي اليابسة ويبتهج القفر ويبتهج القفر موسم الأحزان. حد فرحان يقول فرح الرب هو قوتنا نهتف له بآلاتنا هو عيدنا وهو عزنا. هللويا لأن فرح الرب هو قولوا معايا فرح الرب هو إيه؟ هو قوتنا. مرات كتيرة في البرية بنضعف وبنضل وبنبعد بس كتب لينا رسالة من قلب الألم ورسالة من قلب السجن. بولس حد فاكر كتب منين؟ من السجن رسالة اسمها رسالة الفرح. وأنا بناشد نفسي وبناشد كل واحد بيسمعني لو لسه في أزمة لو لسه في ضيقة في رسالة مفرحة ليك النهاردة. إيه هي الرسالة دي؟ إن الرب بيغير الواقع المرير بتاعك. راح لهم بعد ضيق وبعد أزمة وهو ماشي على المية وفي الهزيع الرابع ويمكن أنت وصلت للهزيع الرابع بس تأكد إن الرب هيجي لك ماشي على المية. إزاي؟ دي بتاعته هو. طب تحصل كيف؟ لأنه هو إله قدير مكتوب عنه كده في مزمور 93 الرب في العلا اللي عمل لك إزعاج واللي عمل لك خوف هيجي الرب ماشي عليه وبكلمة واحدة هيهديه. حد يقول أمين؟ وراح بطرس قال له كده طب أنا خايف قال له تعالى تعالى. لو أنت النهاردة جواك خوف اتأكد من وعد الرب ليك لا تخف لأني يلا قول معايا لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك. عشان كده الترنيمة اللي جاية حلوة خالص نفسي رنمها مع بعض بصوت عالي. اوعى تخاف من بكرة شاغل بالك ليه بكرة في ايدين ربك وارمي الحمل عليه. اوعى تخاف من بكرة شاغل بالك ليه بكرة في ايدين ربك وارمي الحمل. تاني يلا مع بعض. اوعى تخاف من بكرة شاغل بالك ليه بكرة في ايدين ربك وارمي الحمل عليه. ده عدد عظامك وضامن سلامك ده عدد عظامك وضامن سلامك جوا في حدقة عينه مضمونة سلامك. اوعى تخاف من بكرة شاغل بالك ليه بكرة في ايدين ربك وارمي الحمل. يلا تاني مع بعض. اوعى تخاف من بكرة شاغل بالك ليه بكرة في ايدين ربك وارمي تعادد عظامك تعادد عظامك وضامن سلامك جوا في حدقة عينه مضمونة سلامك تعادد عظامك
ويضا من سلامك جوه في حدقة عينه مضمونة سلامك. اوعد تبين بكرة شاغل بالك ليه، بكرة في ايدين ربك وارمي الحمل عليه. اوعد تبين بكرة شاغل بالك ليه، بكرة في ايدين ربك وارمي الحمل عليه. ينفع نقول العدد ده واحنا واقفين مع بعض؟ اقفوا معايا تعالوا نرنم واحنا بنعلم بصوت عالي، احنا مش خايفين لان بكره مضمون في ايد الرب. يلا بصوت عالي. اوعى تخاف من بكره شاغل بالك ليه، بكره في ايدين ربك وارمي الحمل عليه. تاني مع بعض. اوعى تخاف من بكره شاغل بالك ليه، بكره في ايدين ربك وارمي الحمل عليه. ده عدد عظامك وضامن سلامك، ده عدد عظامك وضامن سلامك، جوه في حدقة عينه مضمونة سلامك. اوعد تخاف من بكره شاغل بالك ليه، بكره في ايدين ربك وارمي الحمل. تاني مع بعض. اوعد تخاف من بكره بكرة في ايدين ربك وارمي الحمل عليه. كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة، سلطانك ملوش حدود وحلولك كتير. يلا سوا. كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة، سلطانك ملوش حدود وحلولك كتيرة. مرة تمشيني عالمية وعليا عليك، من علية الموج عليا تمسكني ايديك. مرة تمشيني عالمية وعليا عليك، من علية الموج عليا تمسكني ايديك، من علية الموج عليا تمسكني ايديك. كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة، سلطانك ملوش حدود. رنم للرب كل مرة. كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة، سلطانك ملوش حدود وحلولك كتيرة. مرة تشق قصاد البحر على الأرض وتمشي، وفرعون ومركبات يغرى وتعدي. مرة تشق قصاد البحر على الأرض وتمشي، وفرعون ومركبات يغرى وتعدي. وفران ومركبات يغرق وتعدي. رن بقول. كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة، سلطانك ملوش حدود وحلولك كتيرة. كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة، سلطانك ملوش حدود وحلولك كتيرة. مرة تمشيني عالنار ولعيك عن يمين، ونبوخذ نصر يحتار ازاي بتنجيني. مرة تمشيني عالنار ولعيك عن يمين، ونبوخذ نصر يحتار ازاي بتنجيني. ونبوخذ نصر يحتار ازاي بتنجيني. وقول. كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة، سلطانك ملوش حدود وحلولك كتير. كل مرة. كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة، سلطانك ملوش حدود وحلولك كتيرة. مرة قلتي انك ناجي في سفينة الحياة، رد البحر وريح العاصف هو. يلا نشاور عليه. مرة قلتي انك ناجي في سفينة الحياة، رد البحر وريح العاصف هو الإله. رد البحر وريح العاصف يسوع الإله. كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة، سلطانك ملوش حدود وحلولك. قول بصوت عالي. كل مرة. كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة، سلطانك ملوش حدود وحلولك. مرة تسد بدهنة زيت، مرة تسد بدهنة زيت ديون السنين، ومالك كل فراغ في البيت وخيرك عايشين. مرة تسد بدهنة زيت ديون السنين، ومالك كل فراغ في البيت وخيرك عايشين. ومالك كل فراغ في البيت وبخيرك عايش. هاليلويا.
كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتير كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة سلطانك ملهوش حدود وحلول مرة ابليس يشهد مرة ابليس يشهد انك مسيب حوالي حوالين كل ما املك وكل ما لي مرة ابليس يشهد انك مسيب حوالي حوالين كل ما املك وكل ما لي وحوالين كل ما املك وكل ما لي كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة سلطانك ملوش حدود وحلولك كتيرة كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة سلطانك ملوش حدود يلا واحنا فين نقول بصوت عالي انت الاعظم وانت الاكبر ما تكون احداث كلمتك انت الثابته الباقية قدام قول الناس واللي هيحصل بكرة وبعده مشيئتك يلا شعب رب تاني انت الاعظم وانت الاكبر كلمتك انت الثابته الباقية قدام قول الناس واللي هيحصل بكرة وبعده مشيئتك يا حبيبي يا حبيب قلبي كل القلب بجيلك جالي في النعمة لا مفيش تاني مسير يا حبيب قلبي كل القلب مجيلك جالي في النعمة ياللي بترفع عبدك ياللي بترفع عبدك بيدك المليانة أحسان ياللي بتتقدم خطواته تحمي من الشيطان أنا جايلك وأنا بطرح نفسي يا سنيدي ارفع ايدك قولها تاني ياللي بترفع عبدك بيدك المليانة أحسان ياللي بتتقدم خطواته تحمي من الشيطان أنا جايلك وأنا بطرح نفسي يا سنيدي التعبان يا حبيب قلبي كل القلب بجيلك كان في النعمة ده مفيش تاني مسيرك يا حبيب قلبي كل القلب بجيلك كان في النعمة ده مفيش اللي في ظلك أيوة رب اللي في ظلك واللي في سترك ده ما يتخافش عليه من أو حتى تنو يصوت بنفسك هتعدي وهتصنع في حياته عجاب بإيدك هتعل نعم نعم اللي في ظلك واللي في سترك ده ما يتخافش عليك يرقى وحتى تنو يصوت بنفسك هتعدي وهتصنع في حياته عجاب بإيدك هتعلي يا حبيب قلبي كل القلب بجيلك جالي في النعمة ده مفيش تاني مسيرك يا حبيب قلبي كل القلب بجيلك جالي في النعمة ده مفيش تاني يا رب نأتي إليك في هذا المساء المبارك وكما اعتدنا نلتف حول كلمتك المحية نؤمن أنك حاضر في وسطنا الآن تباركنا بكل بركة روحية ما في السماوات وما على الأرض نشعر يا رب بحلول روحك القدوس يرف على المكان وعلى الحاضرين المتكلم والمستمعين يرف أيضا على كل المتابعين عبر الشاشات المنتظرين بفرح شديد وبحماس أشد الرسالة المحيية التي ترغب أن توصلها اليوم لكل واحد منا نثق يا رب أننا في احتياج إليك
احتياج لا ينقطع، احتياج الابن لأباه، الابنة لأباها، احتياج الاطمئنان، احتياج الرجاء، احتياج تسديد الاحتياجات، احتياج شفاء الأمراض، احتياج التعزية، احتياج التشجيع والسندة. نثق أنك يا رب الآن تفتح كوى السماء على كل إنسان ينظر إليك، كما يقول المزمور 121: رفعت عيني إلى السماء من حيث يأتي عوني. نرفع إليك الآن يا رب ليس عيوننا فقط، ولكن قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا ونياتنا ورغبات قلوبنا المقدسة، واثقون أنك ستفتح علينا كوى السماء فتمطر علينا بركات عظيمة، تعطي كل إنسان سؤل قلبه بما يتوافق مع إرادتك الصالحة. نؤمن يا رب أنك حاضر الآن، تفتح قلب كل واحد فينا، تعطينا صفاء الذهن، تعطينا هدوءا، تحوط يا رب حوالينا الآن من إبليس وأعوانه وأفكاره وحيله وإغراءاته، عشان يا رب الذهن يكون مستعد لاستقبال الكلمة المحية، الكلمة التي تشدد، والكلمة التي تعضد، والكلمة التي تقوي، والكلمة التي تسند، والكلمة التي تشجع. دع يا رب كلماتك على ألسنة المتكلم، وضع يا رب إصغائك في أذان المستمعين، فتصل رسالتك المحية واضحة محددة دقيقة، فننتفع بها، فنفرح بها، فنرفع لك المجد والحمد والشكر والتسبيح، لأنك إله قدير، إله محب، تفتقدنا كل لحظة بكلماتك المحية، تفتقدنا كل لحظة برأفاتك وبمراحمك وبحنوك. نشعر دائما أنك تفكر فينا حتى وإن لم نكن نفكر فيك، نشعر دائما أنك تعطينا حتى وإن كنا لا نسألك، نشعر أنك تحمينا باستمرار حتى وإن كنا غير منتبهين لهذا. نثق يا رب أنك حاضر الآن معنا في هذا المكان المقدس، تباركنا وتفتح يا رب أذهان قلوبنا فنسمع الكلمة المحية، ويتحقق فينا كلمات القديس يعقوب: كونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. آمين. أحبائي، مبسوط أني أشارك معاكم النهاردة تأمل حوالين فضيلة الصمت، هذه الفضيلة التي نفتقدها كثيرا في هذه الأيام. وأفتتح تأملنا في هذا المساء المبارك بكلمات عاموس النبي، كلمات قوية، كلمات تبدو صعبة، ولكن من المهم أن نسمع هذه الكلمات من عاموس النبي اللي كان قبل سيدنا يسوع المسيح ب750 سنة، أيام أشعياء النبي وأيام هوشع النبي. يقول عاموس النبي في الإصحاح الخامس الآية 12: ليصمت العاقل في هذا الزمان، ويكمل: لأنه زمان رديء. ليصمت العاقل في هذا الزمان لأنه زمان رديء. أشعر أننا في هذا الزمان، أشعر أننا في هذا الزمان الرديء الذي الكل يتكلم، والذي كل يعبر عن رأيه، وكل يريد أن يقول ما يريد أن يقوله، أحيانا بدون وعي، وأحيانا بدون فهم، وأحيانا بدون إدراك للحقيقة لما وراء ما يقوله. وعندما نتكلم عن الصمت فيليق بنا أن نعود إلى مريم العذراء، ونحن نحتفل هذه الأيام بتكريمها مع كل الكنيسة في العالم على مدار شهر مايو الذي نحن فيه هذا اليوم. من سن 3 سنين
أخذت القديسة حنة والقديس يواقيم أمنا مريم العذراء إلى الهيكل، وبقيت أمنا مريم العذراء 9 سنوات كاملة في الهيكل، لا تفعل إلا هذه الأشياء: تصلي وتتأمل وتخدم الكهنة في الهيكل، وكذلك تخدم الزوار الذين يأتون إلى الهيكل. 9 سنوات متواصلة لا تفعل شيئا غير هذا، أنها تتأمل، أنها تقرأ الكتاب المقدس، أنها تسمع عظات وتأملات الكهنة في الهيكل، وأنها تقدم الخدمة لزوار الهيكل. وعندما ذهبت إلى أليصابات وقالت التسبحة المشهورة لأمنا مريم العذراء: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته، إلى آخر التسبحة، نكتشف أن غالبية كلمات هذه التسبحة التي تفوهت بها أمنا مريم العذراء هي من الكتاب المقدس العهد القديم ومن سفر المزامير. إذن أمنا مريم العذراء كانت متعمقة في كلمة الله، أمنا مريم العذراء كانت متأملة لكلمة الله، وعشان كده التسبحة اللي خرجت منها بالروح القدس كانت أغلب كلماتها من الكتاب المقدس العهد القديم وكذلك سفر المزامير. عندما نصل إلى أحداث الميلاد مع أمنا مريم العذراء نلاقي إن في أحداث كتيرة بتحصل في الميلاد. أنا بعتقد ويمكن أكون مخطئ إن مريم العذراء ساعة ما كان حبل يعني حبلت بسيدنا يسوع المسيح كان سنها 13 أو 14 سنة على أقصى تقدير، فتشوف ملائكة جايين يبشروا ورعاة فرحانين بسيدنا يسوع المسيح، ومجوس جايين من أقصى الشرق عشان يقدموا هدايا لسيدنا يسوع المسيح ذهبا ولبانا ومرا. بتشوف أمور عجيبة جدا أمنا مريم العذراء، ورغم كل هذا لم نسمع أنها تفوهت بأي كلمة في هذه اللحظات، لم نسمع أنها افتخرت بأنها أم الله، لم نسمع أنها مجدت نفسها عند الشعب وقالت لهم أنا أم الله اعملوا كذا وكذا وكذا. لا، كل أحداث هذه الميلاد من الملائكة، من الرعاة، من المجوس، من البشارة، حتى الملاك نفسه لما يقول لها المولود يدعى منك ابن الله، نلاقي أمنا مريم العذراء زي ما قال عنها كده القديس لوقا في الفصل الثاني الآية 48: كانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. صمت مطلق لأمنا مريم العذراء. وفي حياة يسوع المسيح اللي استمرت الحياة العلنية حوالي 40 شهر، 3 سنين و4 شهور، نلاقي أمنا مريم العذراء لم تتكلم إلا مرتين فقط، والكلمات كانت قليلة وبسيطة ومعبرة ومحددة وجميلة ودقيقة وممتعة، كلمات بسيطة جدا تفوهت بها أمنا مريم العذراء. وعند سيدنا يسوع المسيح 12 سنة تقول له: أين كنت يا بني؟ بحنية الأم كده: لقد كنا نطلبك أنا وأبوك معذبين. بكل كلمات بسيطة وفيها حنو وفيها محبة الأم كده هو تعاتب سيدنا يسوع المسيح بعد ما غاب عنهم 3 أيام. وبعدين نلاقيها تتكلم مرة تانية في عرس قنا الجليل، كلمات قليلة جدا، 5 كلمات في يوحنا 2 الآية 5: ليس عندهم خمر. وبعدين تكمل 3 كلمات تانيين للخدام: مهما قال لكم فيفعلوه. إذا مريم العذراء هي نموذج للصمت في حياة الإنسان المسيحي. بعد كده نلاقي صمت مطبق لأمنا مريم العذراء حتى لما المريمات على حسب مرقس 16 الآية 3 يرغبنا فيه الذهاب إلى القبر لكي يضعنا الحنوط على جسد سيدنا يسوع المسيح،
لم تذهب أمنا مريم العذراء مع المريمات، لم تذهب ولم نسمعها تتكلم أو تتفوه بأي كلام حتى النهاية، حتى قيامة المسيح من بين الأموات. الإنجيل يصمت تماما، وهذا الصمت جاء من صمت أمنا مريم العذراء التي كانت تحفظ جميع هذه الأمور وتتأمل بها في قلبها. عشان كده بعتقد أن مريم العذراء هي نموذج رائع جدا لكل إنسان مسيحي في اقتناء فضيلة الصمت، في اقتناء فضيلة الصمت، هذه الفضيلة التي نفتقدها كثيرا في هذه الأيام. وكتابنا المقدس الذي يقدس ممتلئ عن آخره بالنصائح التي تظهر لنا وتوضح لنا قيمة وأهمية الصمت. في سفر الجامعة هذا النص المشهور والمعروف لنا كلنا، جامعة 3، يقول كده: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماء وقت. وبعدين بيضع لينا 16 حاجة، كل حاجة والعكس ايه بتاعها. ويجي في الآية 7، جامعة 3:7، يقول كده: للسكوت وقت وللتكلم وقت. إذن الموضوع ما بيتخدش مع الإنسان كده طول الوقت كلام 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 كلام، لا، في مرات كتيرة لازم الإنسان يصمت، لازم الإنسان يصمت. ده من الحكمة ان الإنسان يصمت قدام بعض التيارات اللي بنسمعها واللي بنشوفها واللي بندركها واللي بنعرفها. يكون الصمت هو أبلغ وسيلة الإنسان ممكن يستخدمها في حياته كإنسان مسيحي. في المزمور 141 داود النبي بيقول كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. يا داود اللي بيقول كده، ده انت عملت اجمل 72 مزمور يا داود، ده انت اكيد كملك يا ما عملت خطب، ده انت يا ما قعدوا معاك ناس في مجلس الحكم وتكلمت. لكن يقول في هذه اللحظة: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وبعدين لما نوصل لسفر صموئيل الأول، هذا النص الجميل، هذا النص الرائع جدا اللي أتمنى كلنا نقراه ونتأمله مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية، اللقاء اللي حصل بين صموئيل النبي وعالي الكاهن. احنا عارفين القصة كويس، لكن لما بيطلع النهار عالي الكاهن بيستدعي صموئيل ويقول له: اخبرني بإيه اللي حصل. وصموئيل المؤدب اللي تربى كويس في الهيكل، محرج ان هو يقول لعالي الكاهن ان اولادك هيموتوا في يوم من الايام، وضع عقاب الرب على اهمالك ليهم عشان هم افسدوا بيت الرب. وبعد ما يضغط عليه يحكي له صميل او يخبره صموئيل باللي هيحصل دوا، ويكون رد عالي الكاهن رد جميل، يقول كده: هو الرب وما يحسن في عينيه يعمل ايه يفعل. عالي الكاهن بيسمع ان اولاده هيقتلوا حفني وفنحاس هيقتلوا، وهو خادم الرب طول حياته، لكن يقول كده: هو الرب ما يحسن في عينيه يعمل ايه يفعل. كان ممكن يهيج ويموج وازاي وده انا خادمك يا رب، وده انا عالي الكاهن، وده انا وكذا وكذا. لا، يلتزم عالي الكاهن الصمت امام ارادة الله ويقول: هو الرب، خلاص ادم ربنا عايز كده، ما يحسن في عينيه يعمل ايه يفعل. وفي صموئيل الاول 15، لما ربنا طلب من صموئيل ان هو يكلف شاول بان هو يروح يقضي على بني عماليق اللي هم ضايقوا الشعب العبراني وهو طالع من مصر في المسيرة لمدة 40 سنة، يقول لنا كده ان شاول اخطأ لما الجنود بتوعه احتفظوا بالمسمنات من الغنام، وبعدين شاول احتفظ برأس الملك اللي هو أجاج. فصموئيل رايح يعاتب شاول، لأن ربنا خلاص كان رفض شاول لأنه لم يلتزم بطاعة الرب في أوامر الرب. فيقول له كده صموئيل: هل مسرة الرب بالمحرقات، بيكلم شاول، والذبائح
كما باستماع صوت الرب هوذا الاستماع ماله أفضل من الذبيحة. يا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش. أنت غلطت يا شاول، أنت غلطت. كان الأهم إنك أنت تسمع لصوت الله، ما كانش الأهم إنك أنت جنودك يحتفظوا بالمسمنات وإن كمان أنت تحتفظ بالمال إيه؟ برأس الملك إيه؟ أجاج. عشان كده ربنا بيرفض شاول إن هو يكون مالك على إسرائيل. وعندنا سفر رائع جدا يطول الحديث عن سفر يشوع بن صراخ والتأملات اللي في سفر يشوع بن صراخ والتعليم الذي في سفر يشوع بن صراخ والحكمة التي في سفر يشوع بن صراخ. فيقول كده يشوع بن صراخ في الإصحاح 20: الإنسان الحكيم يسكت إلى حين. مش طول الوقت يتكلم الإنسان الحكيم، أما العاتي والجاهل أو الأحمق والجاهل فلا يبالي بالأوقات. الإنسان الجاهل الأحمق يتكلم في أي وقت، ما عندوش تمييز، ما بيعرفش يميز إن في وقت معين الإنسان لازم يسكت فيه. لا، هو طول الوقت كلام بشكل مستمر. عشان كده ابن صراخ بيمدح الإنسان الحكيم ويقول إن هو يسكت إلى حين، يعني يصمت شوية كده، أما العاتي والجاهل فلا يبالي بالأوقات. وبعدين يكمل آية تانية في ابن صراخ 32 ويقول: إن سئلت مرتين فجاوب بإيجاز. احنا بنقول كده بالعامية المصرية: خير الكلام ما قل وإيه ودل. إن سئلت مرتين فجاوب بإيجاز، معبرا عن الكثير بالقليل. يعني اللي يحتاج تفسير مثلا 20 كلمة قولوا انت في 5 كلمات بس، معبرا عن الكثير بالقليل. وكن كمن يعلم ويصمت. كن حتى لو انت عارف الامر. انا دايما اقول هذه العبارة قمة الادب، قمة الادب ان حد يجي يحكي لك موضوع وانت تبقى عارف الموضوع فتعمل نفسك مش عارف الموضوع عشان تدي فرصة لغيرك انه يعبر عن ايه، عن اللي جواه. اكرر تاني، قمة الادب انك تكون عارف موضوع وحد يجي يحكي لك هذا الموضوع فانت تعمل نفسك مش عارف الموضوع عشان تدي فرصة اللي قدامك ان يعمل ايه، يعبر عن اللي جواه. ده يجي منين؟ لما تصمت. لكن اللي قدامك هيتكلم وانت هيتكلم، لا هو هيعبر ولا انت هتفهم، لو هو هيقول اللي جواه وانت مش هتوصل لك معلومة. وده يجي من فضيلة الصمت. الكلمة الجميلة الجاية دي برضو من ابن صراخ اوجهها لأخواتي البنات وأمهات السيدات: المرأة المحبة للصمت عطية من الرب. المرأة المحبة للصمت عطية من الرب. الستات معروفين بالذات في مصر كده، يعني نشكر ربنا عندهم قدرة جبارة، عندهم قدرة جبارة. ممكن يتكلموا 48 ساعة في اليوم، ممكن يتكلموا ستاتنا في مصر 48 ساعة فين، رغم ان يوم 24 ساعة. عشان كده النهاردة يشوع بن صراخ بينصحهم يقول لهم كده: المرأة المحبة للصمت عطية من ايه؟ من الرب. والنفس المتأدبة لا يستبدل إيه بها. النفس المتأدبة لا يستبدل بها، مش ممكن نفرط فيها، مش ممكن نلاقي إيه غيرها تاني. النفس المتأدبة اللي بتصمت في وقت ما يجب أن تصمت دي مش ممكن نعمل إيه نفرط فيها. يشوع بن صراخ 26:18 في سفر الأمثال يقول كده: الأحمق إذا سكت يحسب حكيما. رغم أنه أحمق لكن لما يلتزم الصمت نعتبره إيه؟ حكيم. ومن ضم شفتيه نعتبره فهيما. الأحمق إذا صمت يحسب حكيما. ومن ضم شفتيه يعني قفل بقه، يعني سكت، يعني صمت، يعني ما تكلمش، نعتبره إيه؟ إنسان فهيم. ويكمل أبونا أيوب البار بقى
أبونا أيوب البار يعني غير اللي حصل لي أنه فقد كل شيء، كمان كان عنده ثلاث أصدقاء قال لهم كده كلكم معزون إيه متعبون. فضلوا 13 إصحاح كاملة من الإصحاح الأول لحد الإصحاح 13 إلى آية 5 وهم يضايقوه ويعنفوا فيه، وانت غلط وكان لازم تعمل وانت ما عملتش ليه ولازم تتصرف وانت 13 إصحاح وهم بيتكلموا هو عامل ايه وهو ساكت بيعمل ايه بيسمعهم. في الآخر بقى بيقول لهم هذا الكلام الجميل: ليتكم تصمتون صمتا يكون ذلك لكم حكمة. ليتكم كفاية بقى اصمتوا 13 صح وانتوا بتتكلموا وانا سامع وانا اصلا المتألم، انا عايز حد يعزيني بكلمة كويسة مش حد يقول لي انت غلطت وانت عملت وانت كذا وانت حتى مراته تقول له ايه جدف على الرب واعمل ايه ومت. ليتكم تصمتون صمتا يكون ذلك لكم ايه حكمة. في المزمور 39 يقول داود كده: صمت لا افتح ايه فمي. ليه؟ ايه السبب؟ لانك انت ايه فعلت. صمت لا افتح فمي لانك انت ايه، لانك انت فعلت. وده على فكرة مش بيجي كده بسهولة، لا ده الموضوع مسيرة الصمت دي مسيرة طويلة، مسيرة الصمت مسيرة طويلة جدا. الناس كلها عايزة تتكلم، الناس كلها عايزة تعبر عن رأيها، الناس كلها عايزة تدافع عن نفسها، الناس كلها عايزة تبرر تصرفاتها. كل واحد فينا بتكلم عن نفسه دايما أول واحد، كلنا عايزين ندافع عن نفسنا وعايزين نبرر تصرفاتنا وعايزين نحمي رأينا وعايزين ندافع عن وجهة نظرنا. تيجي بقى فضيلة الصمت تقول لك اعمل ايه؟ اهدى، اسكت شوية، طول بالك وسيب ربنا هيعمل ايه. هنشوف بعد شوية ازاي ربنا هيتصرف في هذه الأمور. والقديسين الرائعين لم يتركوا موضوع الصمت كده، لا ده يدوله أهمية كبيرة جدا كبيرة جدا. الآباء القديسين ادوا للصمت أهمية كبيرة. ماري إسحاق السرياني يقول كده: كل من هو كثير الكلام ويخبر بأمور عجيبة، اللي يجي يقول لك شفت اللي حصل، شفت اللي جرى، ده حصل كذا، ده عمل كذا، ويجي كده يعمل لك ايه، يحسسك ان هو يعرف اخبار العالم كله وملم بكل المسائل وداخل في كل الامور وعارف كل اسرار ايه، اللي يجي يخبرك كده بامور عجيبه يقول عنه كده مار اسحاق السرياني: اعلم انه فارغ من الداخل. اعلم انه فارغ من ايه، من الداخل. فعشان يسد هذا الفراغ دايما عايز يعمل ايه، يتكلم، دايما عايز يوصل ناس هو ايه بيعرف كل حاجة وملم بكل الامور ودخل في كل حتة وعارف كل ايه الاسرار. كل من هو كثير الكلام ويخبر بامور عجيبة اعلم انه فارغ من ايه، من الداخل. وبعدين يكمل ماري افرام السرياني يقول كده: يا اخي تفكر بأن ربوات الأقوال يعني آلاف الكلمات نهايتها السكوت. محب السكوت لا يتألم بشيء من أمور الدنيا. محب السكوت، محب الصمت لا يتألم بشيء من أمور الدنيا. أيها الحبيب اتخذ الصمت فأنه يريحك من أدناس كثيرة. يا هو الصمت ممكن يدنس الإنسان؟ طبعا. أسف يعني قلة الصمت ممكن تدنس الإنسان؟ طبعا. يسوع المسيح يقول هذا في متى 12:36: كل كلمة بطالة تعطونا عنها حسابا في يوم الدينونة. أدام ما صمتش وقلت كلام مش مظبوط، كل كلمة، ليس كل جملة، ليس كل حكاية، كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا في يوم ايه، في يوم الدينونة. اقطع، بيكمل ماري افرام السرياني، اقطع بحكمة الاحاديث الضارة. لما مجموعة تتلم كده هو مع بعضيها وتقعد تجيب سيرة فلان او علان، خليك انت ذكي، خليك انت حكيم وغير الموضوع كده، خدهم كده في اتجاه ايه تاني.
دور كده على أي موضوع ولا أي فكرة تبعدهم عن النميمة وعن الإدانة وعن الافتراء وعن الشتيمة وعن 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 إيه إلى آخره. اقطع بحكمة الأحاديث الضارة، وما أكثر الأحاديث الضارة في هذه الأيام، وما أكثر الأحاديث الضارة هذه الأيام في كل الأماكن وعلى كل المستويات وفي كل حتة وبين كل الأشخاص، ما أكثر الأحاديث الضارة. ويكمل ماري أفرام السرياني: إن أحببت الصمت، لو أنت أحببت الصمت إيه اللي هيحصل؟ ستقطع سفينة حياتك مسيرها بسكوت. إن أحببت الصمت ستقطع سفينة حياتك مسيرتها، يعني السفينة بتاعتك هتعمل إيه؟ هتوصل لبر إيه؟ الأمام، الأمان. ده إمتى؟ لما أنت تحب الصمت. لكن طول ما أنت عايز كلام كلام كلام، ترغي ترغي ترغي، تحاول توصل الناس انك انت عارف كل المعلومات وملم بكل الامور وداخل في كل الموضوعات، السفينه بتاعتك عمرها ما هتعمل ما هتوصل لبر الامان. وبعد كده بيقول كده احد القديسين: ان الاباء قد سلموا الينا هذه الطريق ان احنا نمشي فيها. ايه هي؟ ان نعمل بايدينا وان نلازم الصمت ونبكي على خطايانا. ثلاثية سهلة وبسيطة وجميلة وأي حد ممكن يعملها: أن نعمل بأيدينا، أن نلازم الصمت، أن نبكي على على خطايانا. شوف أهمية الصمت جاي إزاي في خلاص الإنسان، في مسيرة خلاص الإنسان، أنك تعمل بيديك عشان تأكل خبزك بعرق جبينك، وأنك تلازم الصمت عشان ما تقولش كلام زي ما قال سفر الأمثال كده، هو كثرة الكلام لتعمل لا تخلو منين؟ من المعصية. فأنت التزم الصمت عشان ما تقولش كلام يكون فيه معصية. فنعمل بأيدينا، نلتزم الصمت، نبكي على على خطايانا. وبعدين بيكمل كده: إن كنت محبا للحق فكن محبا للصمت. إن كنت محبا للحق والحقيقة فكن محبا للصمت، لأنه كمثل الشمس يجعلك الصمت تنير بالله. الصمت يخليك كده منير متوهش كده. لكن طول ما انت بتتكلم الناس ممكن توصل لمرحلة تعمل تنفر منك كده، يقول لك ده طول ما انت قاعد معاه بيرغب يرغب يتكلم بيتكلم بيتكلم، لازم يثبت نفسه ان هو موجود. لكن لما تكون صامت الناس تشتهي الكلمة منك، الناس تبقى قاعدة منتظرة انك تقول اي كلمة، لان كلامك هيبقى طالع كده حلو، هيبقى طالع كده مميز ومملح وجميل. لكن كلام 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 محدش هيعمل هيحس بيك. ويخلصك من تخايل المعرفة، لو انت طول الوقت بتتكلم فانت بتحاول تقنع نفسك انك انت عارف كل حاجة، وفي الحقيقة انت لا تعرف كل حاجة، وفي الحقيقة أنت ليس ملم بكل الأمور، وفي الحقيقة أنت لا تعرف عواقب ما تقوله، أنت مش مدرك أنك أنت موهوم. ويكمل كده: والسكوت يعمل إيه بقى؟ السكوت يجعلك في عشرة مع الله. السكوت يجعلك في عشرة مع مع الله. عندنا رهبانة في الكنيسة رائعة جدا، اسمهم رهبانة الآباء السكوتيين، رهبانة موجودة في فرنسا. صمت طول النهار، بس البوق يتفتح وقت الصلاة بس، ومأزول ليهم كده نص ساعة من رئيس الدير كل يوم، عشان لو حد يسأل حاجة عن حد، حد يستفسر عن حاجة، هيرتبوا شغله في الدير مع بعضهم كده. هو مأزون ليهم بنص ساعة في اليوم، الرهبان يعملوا يتكلموا بعض طول 24 ساعة، صمت مطبق، لا يفتح الفم إلا للصلاة للصلاة فقط. السكوت يجعلك في عشرة مع الله. الكلام يجعلك في عشرة مع إبليس. طول ما أنت هتتكلم فأنت هتغلط، فأنت هيكون عندك هفوات، فأنت هتقول كلام بطال، فأنت هتكون في عشرة مع مين؟ مع إبليس. لكن الصمت يخليك في عشرة مع مين؟ مع الله. أنبا اسمه أنبا أغريس كان في القرن الثاني يقول: اختم باب أتعابك بالصمت. يعني مهما تتعب
خلي الصمت هو ايه الباب بتاع ايه، ما تشكيش، ما تتزمرش، ما تتمرجش، اصل عملوا معايا كذا، اصل هم غلطوا فيا، اصل هم. لا، اختم باب اتعبك بايه؟ بالصمت، لئلا يقلعه اللسان. لو ما ختمتش باب اتعبك بالصمت، اللسان هيعمل ايه؟ هيخلع الدنيا وتبقى الدنيا صعبه جدا. وعندنا المقوله الشهيره للشيخ الروحاني القديس يوحنا سابا، يقول كده: سكت لسانك ليتكلم مين؟ قلبك. وسكت قلبك ليتكلم مين؟ الله. تخيل، شوف المرحله توصل ازاي. لما هتسكت اللسان، القلب اللي هيتكلم. ولما تبذل مجهود انك تسكت القلب، مين اللي هيتكلم؟ الله. إذن سكوت اللسان يؤدي الى كلام ايه؟ الله. لكن اللسان لما بيتكلم على طول على طول على طول، مش بيدي الله فرصه انه يعمل ايه؟ يتكلم. القديسه العظيمه الام تريزا اللي خدمت في الهند طول حياتها تقول كده: الله هو صديق دائم للصمت. الله هو صديق دائم للصمت. ما يحبش ربنا يتكلم في الزحمه، ما يحبش ربنا يتكلم في الزيطة، ما يحبش ربنا يتكلم واحنا مشغولين ب 17,000 حاجة فين في حياتنا. لكن في الصمت يتكلم الله. تعرف تميز، تعرف تسمع صوت الله ايه بشكل رائع ايه جدا. الخلاصة، احنا عايزين ايه من تأملنا هذا؟ الصمت قيمة انسانية على الانسان المسيحي ان يتحلى ايه بها. الصمت قيمة مسيحي إنسانية على الإنسان المسيحي أن يعمل إيه؟ يتحلى به. لما أشعياء كده يقول لنا في أشعياء 43 عن سيدنا يسوع المسيح، إيمانه لا يصيح، لا يصيح ولا يسمع أحد صوته فين؟ في الشوارع. هادي كده ورزين، لا يصيح ولا يسمع أحد صوته فين؟ في الشوارع. فالصمت فضيلة إنسانية يجب على الإنسان، مش لو أمكن، مش بعد إذنك، مش لو حبذا، مش من فضلك، لا، ده لازم الإنسان المسيحي يعمل إيه؟ يتحلى بيها. عشان لما تتحلى بالصمت، الله هيعمل إيه؟ هيظهر في تصرفاتك. ولما الله يظهر في تصرفاتك، فتصرفاتك هتعجب الناس إيه؟ الآخرين. فالناس الآخرين يقولوا إيه؟ يروا أعمالنا الصالحة أو صمتنا الصالح، فيمجدوا أبانا الذي فين؟ في السماوات. عشان كده كان المقولة المشهورة للقديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك: تكلمت كثيرا فعملت إيه؟ فندمت، أما عن الصمت لم أندم قط. يعني كل مرة صمت فيها ما ندمش، لكن كل مرة اتكلم فيها عمل إيه؟ ندم إن هو عمل إيه؟ ندم إن هو اتكلم. وبعدين بنلاقي كده الصمت يحمي الإنسان من الوقوع في أخطاء كثيرة، زي ما قلنا من شوية كده سفر الأمثال يقول كده: كثرة الكلام تعمل إيه؟ لا تخلو من المعصية. فأنت كل ما هتلتزم الصمت، كل ما المعصية هتعمل عندك إيه؟ هتقل. وانت كده كده يعني المعاصي كثيرة والخطايا كثيرة والذنوب كثيرة، فما فيش داعي انك انت تعمل ايه؟ انك تزودها تاني. قلل شوية الكلام عشان تحمي نفسك من ايه؟ من السقوط في الاخطاء. الصمت يخلق وينمي في الانسان فضيلة التواضع. اروع حاجة ينميها فيك الصمت انك انت تكون انسان ايه؟ متواضع. وامتى ده يحصل؟ لما تظلم، لما تهان، لما يفترى عليك، لما يقلل من شانك، لما تشتم، لما لما لما، وانت تعمل ايه؟ تلتزم الصمت. دي قمة التواضع على فكرة، دي قمة التواضع. وقمة التواضع انك انت تصمت وفي ناس بتفترى عليك، تصمت وفي ناس بتشتمك، تصمت وفي ناس بتبهدل في سمعتك، وناس بتقلل من إمكانياتك، وناس لما تقول ده كذا وده كذا وده ما عرفش يعمل حاجة وده كذا وده كذا وده عمره ما كان مفيد وكذا وكذا، وانت تلتزم الصمت. فالصمت ده يعمل ايه؟ ينمي فيك فضيلة ايه؟ التواضع. والتواضع يعمل فينا ايه؟ يكسر فينا ايه؟ خطية ايه؟ الكبرياء. فانت لما تلتزم الصمت بتكتسب فضيلة وتتخلص من ايه؟ من خطية. الصمت، ودي اهم حاجة هتوقف عندها شوية، يعطي
فرصة لله كي يقاتل عنك. الصمت يعطي فرصة لله كي مش يدافع، يقاتل عنك الله. في سفر الخروج الإصحاح 14 موسى والشعب وقفوا عند حافة البحر الأحمر والموضوع صعب، 600,000 إنسان واقفين عند حافة البحر الأحمر والبحر قدامهم كده، وفرعون وجنوده ومركباته جايين من من الخلف. يعني الموضوع منتهي، مفيش هو يا البحر هتغرق فيه يا فرعون وجنوده هيعملوا ايه؟ هيقتلوك. فيقول لهم كده موسى الجميل: لا تخافوا، لا تخافوا، اعملوا ايه؟ قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. هيصنعه منين يا موسى؟ ده البحر قدامنا وفرعون وجنود ومركبات ورانا، الموضوع منتهي، الموضوع ما فيش يعني حل ثالث، يا هنغرق في البحر يا هنموت بأسلحة فرعون وجنود ومركباته. لا، ده يقول لهم كده: الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. من فضلكم محدش يقول الرب يدافع عنكم، دايما قولوا كده: الرب يقاتل عنكم وأنتم تعملوا ايه؟ تصمتون. لما انت تصمت الرب يعمل ايه؟ انت كده بتدي الرب فرصة ان يقاتل عنك. لكن بما انك انت هتدافع عن نفسك فكأنك بتقول لربنا يا رب استنى انت شوية، لما نحتاجك هنعمل هنبعت لك. لا، انت اسكت وخليه هو يعمل نتدخل. مين يقول دي؟ 600,000 انسان، ده احنا لو عندنا 70-80 شخص مع 3-4 عربيات في شارع ابن خصيب اما نعمل احلى زحمة في المنيا. 70-80 واحد مع 3-4 عربيات كده، اما نعمل احلى زحمة فين؟ في الشارع بتاع ابن خصيب. تخيل بقى احنا بنتكلم على 600,000 انسان، 600,000 انسان، يعني 500,000 و 100,000 تاني هيعبروا البحر. يا وبعد ما يعبروا البحر يعمل يرجع تاني، فيحصل فيغرق فرعون وجنوده ومركباته وكل ما وكل ما له. حصل ده ليه كده؟ عشان الشعب عمل صمت. الشعب لما صمت ادى فرصة ربنا يعمل يقاتل عنهم. لكن لو هم حاولوا يقاتلوا فرعون وجنوده ومركباته ربنا كان هيستنى يشوف ايه اللي يحصل في الاخر. فانت لما تصمت اما تدي فرصة لله يقاتل عنك. وحد يتمنى او يرجو ان حد يقاتل عنه اعظم من الله؟ حد يتمنى ان حد يقاتل او يدافع عنه او يرد لك ما ظلمت به، ما افتري به عليك، ما اتهنت به اعظم من الله؟ لا طبعا، ده ربنا هو القدير وربنا هو اللي يعمل اللي يقاتل احسن من اي حد فينا. عشان كده النهارده انا بطلب ليا ولكل واحد فينا ان احنا نراجع أنفسنا اتجاه فضيلة الصمت، ونراجع أنفسنا اتجاه الكلام. العالم كله بيتكلم حوالينا، والعالم كله عايز يتكلم حوالينا، والناس مش عايزة تبطل كلام، والناس عايزة حد يسمعها تتكلم بالساعات وبالساعات، ووقت ما انت تتكلم يبص لك كده في الساعة عايز يعمل عايز يمشي، وعايز بس يتكلم مش عايز يعمل مش عايز يسمع. لا، تيجي اللحظة النهاردة، تيجي رسالة النهاردة من الله لكل واحد فينا ان احنا نعمل نهدى شوية كده ونقول فعلا الصمت فضيلة رائعة جدا. الصمت فضيلة بتجنب الانسان الوقوع في الاخطاء. الكتب والفريسين كانوا بيعملوا مع سيدنا يسوع المسيح، يقول لنا كده القديس لوقا: وكانوا يكمنون له عشان يعملوا يصطادوه بكلمة من من فيه. يا تخيلوا، على فكرة أنا عايزك تكون يعني واعي للموضوع ده. صدقني صدقني صدقيني، في ناس حوالينا كتير قاعدين مركزين معاك بشكل لا تتخيله، أنت مش واخد بالك، ولا هم محسينك إن هم مركزين معاك ولا بيراقبوك، لكن هم قاعدين عايزين يصطادوا منك اي كلمه تقولها. ولو قال كذا، عمل كذا، هتصرف كذا. خلي بالك،
طول ما انت بتسكت انت بتعمل حماية لنفسك من الناس المترصدين ليك اللي عايزين يمسكوا عليك اي غلطة. طول ما انت بتلتزم الصمت انت بتقول يا رب اعمل ايه؟ قاتل انت عني. انت بتقول يا رب ردلي انت ايه الحاجة اللي اتاخد مني؟ انت يا رب ردلي الظلم اللي واقع عليا. لكن لما انت هتتكلم ربنا هيعمل ايه؟ هيلتزم هو الصمت. لما انت هتحاول تدافع عن نفسك ربنا هيعمل ايه؟ هيقف مكان لحد ما انت تعمل ايه؟ تخلص المجهود ايه بتاعه. عشان كده النهاردة عايزين يكون عندنا هذا الايمان ان الصمت فضيلة عظيمة. ونخلي بالنا اذا عايزين نقتني فضيلة الصمت نحتاج الى شيئين، وهذان الشيئان يسيران معا في نفس الاتجاه، نعمة من الله ومجهود من الانسان. لو طلبت نعمة من ربنا ان يدي لك فضيلة الصمت وانت ما بذلت المجهود لن تحصل عليها ابدا. واذا انت بذلت مجهود انك تقتني فضيلة الصمت ولم تطلب نعمة وسند من الله لن تحصل على فضيلة الصمت ايه ابدا. لكن اقول يا رب اديني فضيلة الصمت وانا اعمل ايه؟ ابذل مجهود. ايه المجهود اللي ابذله؟ ان وقت ما يكون حد الناس بتتكلم وانا لازم اعبر عن رايي واقول كذا ودافع عن نفسي وبرر، انا هعمل ايه؟ هلتزم الصمت. والناس تستغرب هو ليه فلان ده ساكت كده، هو ليه مش لما يدافع عنه، هو ليه مش لما يبرر تصرفاته، هو ليه مش لما يقول انا ما عملتش كده. عشان في اله ما يعمل ايه؟ اما يدافع عنك، في اله يقاتل عنك، في اله يوم من الايام هيظهر ايه الحقيقه. فانت ما تهتمش ابدا انك انت تعمل ايه، انك انت تدافع وانك انت تبرر وانك انت تجادل وانك تدخل في سجال سفسطائي لا طائل من وراه وكتهول. انت التزم الصمت وانت اهدى وريح لسانك شويه كده هو، وسيب ربنا يعمل ايه يتدخل في فضيله الصمت. هذه الفضيله رائعه، وصدقوني لما هتتعود عليها هتحس قد ايه بالمتعه بتاعتها، هتحس قد ايه بالبركه بتاعتها، هتحس قد ايه ان حياتك اتغيرت 360 درجه بعد ما طول الوقت اما تتكلم وتدافع وتبرر، تتكلم وتدافع وتبرر، تتكلم وتدافع وتبرر. انت كده بتقول ربنا يعمل ايه؟ انت يا رب اتصرف، انت انا تعبت من الكلام والتبرير والدفاع، انا هلتزم الصمت، وانت يا رب اعمل ايه؟ اتفضل قاتل عني، اتفضل دافع عني، اتفضل ازر الحق انت، وربنا يعمل ايه؟ هيتكفل بهذا. يا رب بنشكرك في هذا المساء المبارك لأنك افتقدتنا بهذه الفضيلة العظيمة، افتقدتنا بهذه الفضيلة الجميلة فضيلة الصمت. نشكرك يا رب انك انت النهاردة لفت نظري لهذه الفضيلة. انا النهاردة يا رب كنت جاي الاجتماع ومش عارف ابونا هيتكلم عن ايه، او بالاحرى انت يا رب هتقول ايه على لسان ابونا. انا يا رب النهاردة فتحت الشاشة كده وقعدت منتظر اجتماع حياة الكلمة وانا مش عارف ابونا هيتكلم عن ايه، لكن لما ربنا اتكلم على لسان ابونا عن هذه الفضيلة فضيلة الصمت حسيت يا رب انك انت بتوجه لي انا رسالة النهاردة شخصيا. انا النهاردة يا رب سمعت النهاردة ابونا بيتكلم عن فضيلة الصمت حسيت انك انت بتقول لي يا فلان اصمت شوية، يا فلان اهدى شوية، يا فلان بطل كلام شوية، يا فلان ابحث عن فضيلة الصمت، حاول تقتني فضيلة الصمت. رغم يا رب ان انا بعاني مرارة شديدة من كل القيل ومن القال، رغم ان انا رب متعود ان انا اتكلم كتير واقول رأيي في كل حاجة واتكلم في الوقت المناسب وفي الوقت الغير مناسب، واتكلم لما يطلبوا مني واتكلم حتى لو ما طلبوش مني، انا طول الوقت بتكلم. فانا يا رب النهاردة فعلا انا هعمل استوب النهاردة، انا هتوقف شوية كده وراجع نفسي يا رب النهاردة شوية، اراجع نفسي النهاردة يا رب كده واسأل نفسي الى متى الكلام، الى متى التبرير، الى متى الدفاع عن نفسي، الى متى ان انا لازم اقول رأيي في كل حاجة الصغيرة والكبيرة والمهمة والاقل اهمية واللي طلب مني ان انا اقول واللي ما طلبش مني ان اقول. الى متى يا رب انا هتكلم كتير كده؟ انا يا رب هلتزم الصمت،
ومهما يقولوا علي يقولوا، أنا واثق أنك أنت زي ما عملت مع موسى والستمائة ألف إنسان عند عبور البحر الأحمر هتعمل معايا، هتقاتل عني وأنا صامت، وسوف أشاهد العدو وهو يغرق والبحر يضق عليه، وأنا أكون عديت من البحر أنا والستمائة ألف إنسان ونتمتع بالعشرة معاك. ساعدني يا رب النهاردة، بطلب منك بثقة وبإيمان إنك تديني يا رب هذه الفضيلة، وإنك تشجعني وتساعدني إن أنا أبذل مجهود إن أنا أحصل على هذه الفضيلة العظيمة، فضيلة الصمت اللي اقتنتها أمنا مريم العذراء، اللي اقتناها سيدنا يسوع المسيح، اللي علمهانا واختبرها واختبر قوتها كل أبان القديسين. ساعدني يا رب النهاردة أؤمن إن قيمة الصمت أعظم من أي كلام، أعظم من أي تبرير، أعظم من أي دفاع. ساعدني يا رب كل مرة النهاردة وأنا بتكلم أفتكر كلامك في متى 12:36، كل كلمة بطالة سوف تعطونا عنها حسابا في يوم الدينونة. أنا يا رب مش عايز أعطي حساب، أنا يا رب مش عايز أخد دينونة لنفسي، أنا عايز أبطل كلام يا رب، أنا عايز أسكت شوية، أنا عايز أهدى شوية يا رب. اديني يا رب هذه النعمة، نعمة اقتناء فضيلة الصمت. أمين. كما فيك ما أرجو وأكثر، أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي الراعي الذي يرعى وجودي، لا يخاف القلب وحشا، أنت للحصن وفيك كل جودي، من عدائي لست أخشى، فيك ما أرجو وأكثر، أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي نعمائي مصدر، فيك لي يا سيدي كل الكفاية، أنت يا ربي يسوعي، فيك لي يا منقذي كل الحماية، أنت يا رأس الرفيعي، فيك ما أرجو وأكثر، أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي نعمائي مصدر، أنت في العرش لأجلي يا شفيعي، تضمن كل حياتي، فيك كل حاجتي ربي يسوعي، يا معيني يا ثباتي، فيك ما أيها رب أرجو، أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي نعمائي مصدر، أي
شكر يا حبيبي يوفي ديني. يا إلهي كيف أشكر، أي حمد أشكو كي أهديك مني. مهما كان أنت تاني مع بعض، أي شكر، أي شكر يا حبيبي يوفي ديني. يا إلهي كيف أشكر، أي حمد أشكو كي أهديك مني. مهما كان أنت أكبر في كمال عيدك. قول معي أنت في العرش، أنت في العرش لأجلي يا شفيعي، تضمن كل حياتي فيك كل حاجتي ربي يسوعي. يا معيني بل سبقتي فيك ما أرجو وأكثر، أنت لي نعماني مصدر، أنت لي نعمتين مع بعض. فيك ما فيك ما أرجو وأكثر، أنت لي نعماني مصدر، أنت لي نعماني مصدر. عالي الفوق أنا رافع إيدي، عندك ملكي وعزي وسيدي، وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت مش راح ترضيك. وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت مش راح ترضيك. أبدا أبدا والإغنيني والإشبع قلبي ويغويني، والإبل عليا ينفيني غير بس اللي قف معايا وتقول أبدا 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 والإبل عليا يكفيني غير بس اللي خد بإيديك. رفع إيدي فخري وبعلم إنت يا صاحبي الوعد بتضمن منك تسمع للي فعلا حط رجاء أيام. شكرا يا رب. طاير زي النسر ورفرف عالي عالي مليان قوة. انت امين وانا بشهد على رب. عالي عالي ومليان قوة. انت امين وانا بشهد ليك. ابدا ابدا مش بيتساب وحدي هنا في دنيا وحدي هنا في دنيا.
المجد زادوا. رافع ايدي رافع ايدي نصر وبهتف طاير زي النسر مرمى مالي عالي مكاني فوق مليان قوة. انت امين وانا بشهد ليك عالي عالي ومليان قوة. انت امين وانا بشهد ليك ابدا ابدا مش انسان وحدي هنا في دنيا الاتعاب مليان قلبي سلام من وعدك ربي المجد. قولها انت فرحان ابدا 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 مش انسى وحدي هنا الدنيا الاتعاب مليان قلبي سلام من وعدك ربي المجد ذاته حبيب. تفضلوا استريحوا تعالوا نكمل وأبونا بيتكلم. تفضلوا استريح. افتكرت كده مشهد عن الصمت لما راح الرب يبشر زكريا. فاكرين لما راح الرب يبشر مين؟ زكريا. فضل زكريا هيتكلم قال له طب ازاي تحصل وازاي هيكون وانا شيخ. قال له بص عشان ما نتعبش بعض هتفضل صامت لحد ما مين؟ لحد ما يجي يوحنا. مرات كتيرة بندخل ند كده مع الرب نبقى مش عارفين نعملها ازاي بس رب يقول لك ارتاح اهدى انا هعرف اعملها انا هعرف اتدخل انا في كل الامور اللي انت مش عارف تتعملها. امين. تريمة اللي جايه حلوه خالص بيقول كده حول عيني وحول فكري من على كل السواد. حول عيني وحول فكري من على كل السواد. الأيام يا حبيبي بتجري وأنا هقضيها معاك. أنت الحق وأنت حقيقي مستقبلي وياك. حول عين حول فكري من على كل سواك. الأيام يا حبيبي بتجري وأنا هقضيها معاك. أنت الحق وأنت حقيقي مستقبلي. يلا مع بعض زيد إيماني زد إيماني إنك تقدر على كل الأشياء وإن مفيش حاجة منك أقوى حاشا ومن يلاك. وإنك أنت قدير وعجيب وإنك صالح للترتيب واللي يصدق فيك ويسيب مشاكله إلى تاني مع بعض زين. زد إيماني إنك تقدر على كل الأشياء وإني مفيش حاجة منك أقوى حاشا ومن كلها. وإنك أنت قدير وعجيب وإنك صالح لك ترتيب واللي صدق فيك ويسيب فشكله يحول عين يا رب. حول عين حول فكري من على كل سواك. الأيام يا حبيبي بتجري وأنا هقضيها معاك. أنت الحق وأنت حقيقي مستقبل. نفسي تقول تاني حول حول عين حول فكري من على كل سواك. الأيام يا حبيبي بتجري وأنا هقضيها معاك. أنت الحق وأنت حقيقي مستقبل. دي البرية البرية يا سيد دايما محتاجة للسليم يرسم بسمة في وسط الأزمة وتبت في الإيد. من غيرك يا حبيب أمين عينك وأنا نايم صحيح اتحملت سنين وسنين وأنا تايه. أيوة يا رب. دي البرية يا سيد دايما محتاجة للسليم يرسم بسمة في وسط الأزمة وتبت في الإيد. من غيرك يا حبيب أمين عينك وأنا نايم صحيح حملت سنين وسنين وأنا تايه وبعيد. حول عين حول فكري من على كل سواك. دي الأيام يا حبيبي بتجري وأنا هقضيها معاك. أنت الحق وأنت حقيقي مستقبل. تاني لو حافظ. حول عين حول فكري من على كل سواك. الأيام يا حبيبي بتجري لهقضيها معاك. أنت الحق وأنت حقيقي مستقبل. الحال يتغير
الحال يتغير على ايدك لما انا بجري عليك. بفقد ثقتي في كل العالم بس انا بمسك فيك. مش سهل انك لحظه تسيب ده انت مصمم تستخدم مشروعك وانت اللي جايب اصل انا صنعت ايديك. الحال يتغير على ايد لما انا بجري عليك. بفقد ثقتي في كل العالم بس انا بمسك فيك. مش سهل انك لحظه تسيب ده انت مصمم تستخدم مشروعك وانت اللي جايب اصل انا صنعت ايديك. حول عين حول فكري من على كل سواك. الايام يا حبيبي بتجري وانا هقضيها معاك. انت الحق وانت حقيقي مستقبل اخر مره. حول عين حول فكري من على كل سواك. الايام يا حبيبي بتجري وانا هقضيها معاك. انت الحق وانت حقيقي مستقبلي وياك. ايه رايكم لما نحول عينينا من على كل العالم ونثبت عينينا على الرب؟ افضل ولا مش افضل؟ عشان كده تعالوا نرنم الترنيمه دي واحنا بنخدم بيها مع بعض. ثبت انظارك فيه وحمولك سيبها على اللي جنبك ولا عليه هو؟ على اللي جنبك مش ناقص حمول، سيبها على رب. تيجي نوقف كلنا واحنا بنختم وقتنا واحنا بنقول مع بعض ثبت انظارك فيه. وفي وادي ظل الموت ارفع عينك ارفع عينك تلاقي. قالوا مع بعض ثبت انظارك فيه وحمولك تبها عليه. ثبت انظارك فيه وحمولك سيبها عليه. وفوادي ظل الموت وفوادي ظل الموت ارفع عينك تلاقيه. ارفع عينك تلاقيه. ان كنت اسمع مشيت وياه. ليه تتلفت حواليك؟ ليه تتلفت حواليك؟ عينك خليها عليك. عينك خلي سقف ايدك قول معانا ثبت انظارك. ثبت سبها عليك. وفوادي ظل الموت وفوادي ظل الموت ارفع عينك تلاقيه. ارفع عينك تلاقيه. ان شفت بعينك نار صدقني فيها. وفوادي ظل الموت
عليم حواليك الشر عظيم. أيوة أيوة إن كنت في وقت أليم حواليك الشر. ترفع إيدك وتقول إيماني بيسوع، إيمانك باللي فدي، إيمانك باللي فدي غالب لو ثابت فيه، غالب فيه ثبت أنظارك فيه وحبولك سبها، ثبت نظرك ثبت أنظارك فيه وحبولك سبها علي. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون مع جميعكم. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.